في الملتقى الثالث توك 3 انوفيشن قابلنا الدكتور مصطفى بسطامي استاذ امراض الدواجن وعميد كليه الطب البيطري بجامعه القاهره سابقا، وطبعا ناقشناه في حال صناعه الدواجن ومخاوفنا من ارتفاع الاسعار في الشتاء المقبل. بكل وضوح يا دكتور، اذا حضر الماء بطل التيمم. حضرتك النهارده نبهتنا الى خط الدفاع الاول عن صناعه الدواجن، التحصين في الاعمار المبكره. اشرح لنا دكتور عشان نعرف أهمية هذا الإجراء في التربية. الحقيقة أنا كنت أقصد بهذا الكلام الاستعداد من أول يوم، يعني كل ما أنت أمنت نفسك مبكرا كل ما وفرت على نفسك مشاكل كتيرة أوي. أكيد دلوقتي التكنولوجيا تقدمت والدنيا تقدمت، في تحصينات بتتم في عمر يوم من قبل الطائر ما يطلع من المعمل التفريغ يروح المزرعة. معنى كده أن أنا كتكوتي لازم أجيبه من شركة كبيرة عشان أضمن التحصين السليم. طبيعي، انت بتختار احسن حاجة واضمن حاجة، وكل ما كانت الشركة كبيرة وامكانياتها اكبر واجراءاتها اكتر وفيها دقة وفيها ناس متدربة على طريقة الحقن نفسها، كل ده ميزة طبعا. انما ما ينفعش اروح اجيب عيال صغيرة في المعامل الصغيرة ونحينها بالابر العادية، يعني عملية شقة وبيطلع منهم نسبة كبيرة جدا ما بتاخدش اللقاح وبتسبب خسائر وكوارث مرضية بعد كده. كوارث مش خسائر، كوارث. طيب دكتور، عملت لنا مثلث. ايوه قلت لنا المثلث ده انا فاكره كويس جدا. قلت لنا ده خط الحماية عن الصناعة. تمام. الضلع الاول اللقاح. اللقاح. الضلع الثاني طريقة التطبيق. الضلع الثالث تطبيق اللقاح. تمام. النظافة والأمان الحيوي والمحافظة على القطيع خصوصا أول 15 يوم. أيوة أنت قلت والنبي خدوا بالكم القطيع 15 يوم بس. بعد كده أنت الطائر مناعته زادت وهيبتدي يحمي نفسه. أنت بتلحقه وهو لسه يا عيني ما عندوش حاجة تحميه.